أنا اسمي فوزي، فوزي الحويدي، عندي 5 يعني بالدراسي، بس في 3 تأمل لون دراسي، لا علينا الأستاذ وسيم تأمل الكفالي، باقي ما في ما بتشمل الكفالي، عنا أستاذ وسيم يعني يتكفل فيها لسعيد وسوزان وخالد. شكرا كويست، شكرا صندوق قطر التنمية، شكرا قطر الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدأت مدرسة الإمام في العرقوب باستقبال الطلاب السوريين منذ 6 سنوات وإلى يومنا هذا، حيث كان عدد الطلاب السوريين العام الدراسي 2018-2019 104 طلاب. أعداد الطلاب بدأت بالازدياد شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى عامنا هذا، حيث شكل استقبال هؤلاء الطلاب بالنسبة إلى المدرسة أزمة مالية ومادية، نظرا لعدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية والأقساط وشراء الكتب والحقيبة وإلى ما هنالك من حاجيات الدراسة. فكان هذا الأمر شكل عبئا ماليا، فكان الأمر أوقعنا في حيرة بين إعادتهم إلى البيت وتركهم فريسة للشارع أو استقبالهم ومنحهم حقهم بالتعلم. فأتت هذه المساعدة لتعيد الأمل لهم ولهذه المدرسة بحقهم في التعلم ومساعدتهم على أن يبقوا خلف مقاعدهم الدراسية يتلقون أفضل التعليم. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزيل إلى كويست وإلى صندوق قطر للتنمية وإلى قطر الخيرية لمساعدتهم هؤلاء الطلاب بتأمين القسط والكتب والقرطاسية والحقيبة المدرسية. فبكل صدق ومحبة نتوجه إليكم بالشكر الجزيل، بارك الله بكم وكل عام وأنتم بخير. جينا اليوم على المدرسة عطونا مريول وشنطة وقرطاسية، كنت حس بالحزن لأنه ما حدا كان يعتني فينا. اليوم لما رحنا على المدرسة عطونا مريول قرطاسية وشنطة، يعني ساعدونا كثير. والولاد يصيروا يقولوا لي بالمدرسة ليش ما معك شنطة ومريول وقرطاسية. وأنا يعني حزنت كثير انه ما كانش عندي قرطاسية ومريول وشنطة. بحب اشكر كواست وصندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية.